درهم وخمسة. هادو؟ هادو غير 3 درهم. واش باغي؟ 6 درهم. قول شنو عطيتك؟ شي حاجة بهادو. لا لا روز. لا لا. حمزة هو راس قلنا كيكون الاقبال في هذا الشهر هذا على هذا مسائل بحال هيدات فطائر رغيفات الرصيزه عندنا مقله وبطبوط وهادشي هذا دكيش ومسائل اللي كتعمر ومغرير ومسائل كامله وحنا كنوجدوا هاد السلعه هادي وكنتسناو الناس يجيو والاقبال كيكون في الساعه د المغرب كتكون باقي والو المغرب كيجيو الناس وكيتاخروا وكيتوضعوا من عندنا. الاقبال بزاف على بطبط الخبيزات اللي كيتعمروا الخبيزات وكل واحد واش هو ديالو كاين اللي كيعمرو بالكبده كاين اللي كيعمرو بالكفته كاين اللي كيعمرو بالشلاضه كل واحد واش هو ديالو كل واحد واش هو ديالو وحنا دابا في السوق السواني في سوق نجيبه السواني كنقولوا الناس يطلعوا علينا ما كاينه لا دابيزه ما كاينه لا دحاس ما كاينه لا ازدحام ما كاينه والو كلشي الامور ناضيه والسلعه والناس باشوشين والامور كامله معوطه. رمضان شحال نقول لك رمضان على حسب الذوق الانسان كل واحد شنو كيعجبو واحد كيعجبو يفطر بالرغايف واحد كيعجبو يعمل المقله واحد كيعجبو الزرع واحد شنو كان فهمتني كل واحد شنو عنده الشهوه ديالو ولكن شنو نقول لك على حسب الذوق الانسان كل واحد شنو باغي المهم الانسان ما يغلقش مزيان في رمضان بزاف ساعات الفطار هذا كتعرف ما خصوش يغلق مزيان يعني مائده الافطار ضروري ضروري هادشي راه كامل بويضات هايده ولا كان شي بويضات مستغله على حسب نسوي شنو كيبغي البيض الا بغى البيض يعمل البيض بغى كاين اللي كيعجبو يضرب الطاجين ديك الساعه هذيك فهمتني كيعمل الطاجين كاين اللي كيعمل الحريره كاين السوبا بحيث الصحه ديالو شنو كطلب له هذا هو. حنا كساكين طنجة كيعجبنا في الاجواء د رمضان نشرو بغرير رغايف معروفين خبز دو مقلى الخبز دو الزرع حريره بريوات هيدا معروفين في طنجة ضروري هذا هو الاجواء ديال رمضان ضروري كنشرو رغايف بغرير الحرشه الخبز دو مقلى الخبيزات الزرع هادو ضروري كيكونوا في الطبله ديال رمضان والحريره اهم حاجه ضروري في طنجة ومعروفين هيدا كتكون عندهم طابلة دو فطور ناس تشامل معروفين هيدا كتكون طابلة ديالهم خبيزات معمرين كنشريوهم كاين اللي كيعدلهم في الدار كاين اللي كيشريوهم هيدا خاويين وكيعدلهم في الدار. اي واحد صايم في النهار كيشها وبالليل ملي كتضر المغرب كتفتح له الشهية كيعمل من كل فنين تعرف كيعمل شي حاجة در الرغايف شي حاجة تايمة شي حاجة كل واحد وحسب الشهوة ديالو واللي عنده صحته كياكل كلشي واحد اللي كيعمل الفطور والعشاء كاين اللي كيعمل الفطور ومن بعد عاد كي حتى كيمشي للجامعة كيجي يتعشى كل واحد وانا قلت كل واحد الامكانيات ديالو على حسب امكانياته واحد والامكانيات ديالو اي والله يقبل منا الصلاه والصيام وصافي هذا هو اللي مهم. السلام عليكم الحمد لله الخير موجود كلشي موجود الحمد لله كاين الاقبال على المعجنات الخبز المقله الخبز الشعير بغرير كل شيء موجود الحمد لله الخير كامل موجود احنا مع الدراوش هنايا بيع وشراء خدام كل شيء موجود الحمد لله. حرك 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 يوم بعدين كيكون الاقبال كبير تبارك الله كيكون الاقبال كبير على الفطار تبارك الله الحمد لله الامور مزيانه كاين الحمد لله الاقبال والزبناء موجودين وكل شيء موجود. وحنا الورقه كتبدا عندنا قبل من الشعبان وعندنا الورقه ضروري في المائده المغاربه معروفه ضروري خصها تكون المملحات ومرحبا بالجميع عندنا والامور ماشيه بالنسبه كاين البخار والعاديه كاين الناس العاديه وكاين البخار اقبال عليهم بجوج والورقه عندنا الحمد لله ممتاز تحتاج المملحات كاملين بريوات قنينطات
بساطال جميع المملحات. الثمن العادية 20 والبخار 30 فحال في السوق. السوق يعني الثمن ديالها عادي على طول العام. والمناسبة يعني كنخدموا حنا شعبان ورمضان وعيد دائما ومرحبا بالجميع. في رمضان كنشريو شوية الشهيوات، كنشريو الرغيفات، خبيزة المقلة، فهمتي؟ الإنسان كيشهى. هذا واحد الشهر في العام كيعطي ربي سبحانه وتعالى كيشهى فيه الإنسان. الله يجوز علينا بالخير والصحة والعافية. وهذا الشيء اللي عطاه الثمن مناسب. الثمن رخيص مناسب، كاين البريوات، كاين الرغيفات، كاين الخبز المقلة، كاين موجود الخير، الخير موجود. والرخاص تبارك الله. الله كل شيء ياكل. كل شيء ياكل. الله الخام موجود الحمد لله. خير موجود. حرك حرك حرك. حياتي عمري. عندك 25 درهم اخرى.